محطة مصر معها سيادة اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات. هل ستنجح الحكومة آية في حل هذه المشكلة المتعلقة بتكدس المواطنين على شراء تذاكر القطارات وبيع هذه التذاكر في السوق السوداء ولا لا؟ إيه هي الإجراءات اللي بتقوم بيها الحكومة وممثلة في شرطة النقل والمواصلات؟ برحب بيكي وعايز أعرف منك تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع، اتفضلي. شريف، أنا الآن أتواجد بمحطة سكك حديد مصر، حيث الحملات المكثفة التي تقوم بها شرطة النقل والمواصلات للقضاء على بيع تذاكر القطارات في السوق السوداء. أنا معي اللواء سيد جاد الحق مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات ليطلعنا أكثر على تفاصيل وإجراءات هذه الحملات الموسعة. أنا مرحب بحضرتك معنا في الحياة الآن، وبداية أطلعنا على تفاصيل إجراءات اللي بتقوم بها شرطة النقل والمواصلات للقضاء على بيع تذاكر في السوق السوداء. هو حضرتك بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، الوضع الطبيعي أن دي مناسبة بيحدث توافد على شراء التذاكر من المنافذ البيع. أنت عارف حضرتك أن التذاكر دي مدعومة ولا سعر رسمي بتباع بيه، في البعض من ضعاف النفوس بتجمع التذاكر دي بوسيلة أو بأخرى وبتعيد بيعها في السوق السوداء بأسعار أزيد من السعر الرسمي بتاعها. احنا بناء توجيهات السيد الوزير بمناسبة اقتراب العيد وفي المناسبات اصلا اللي الناس بتسافر بلادها فيها وبيحدث زيادة الطلب على التذاكر بنقوم بحملات. هذه الحملات بقالنا حوالي اسبوع او 10 ايام تم ضبط او تم تحرير 33 قضية حتى الان في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، لكن النسبة الأكبر بتبقى في القاهرة هنا لأن العاملين في القاهرة نسبتهم كبيرة، اللي بيحب يروح لبلده سواء وجه إبلي أو وجه بحري. هناك خطة لمواجهة هذه الظاهرة في خلال تلك الفترة، منها ضبط حالات تلبس في المنطقة المحيطة بتذاكر بيع التذاكر أو أماكن سوري منافذ بيع التذاكر أو المنطقة المحيطة بالمحطات، وفي معلومات بترد إلى جهاز البحث الجنائي بوجود ناس بتستخدم أماكن مقر البيع التذاكر. أحد المتهمين كان موجود في محل عصير، آخرين كانوا في لوكندات تم استهدافها، بعض الموظفين برضو كانوا بيتواجدوا في مقاهي، ناس شغالة في إكشاك، بيتم تحديدهم واستهدافهم وضبطهم والتذاكر، ومن خلال مناقشتهم بنحاول نحدد مين وراء الكلام ده. تم ضبط ناس لها صلة عاملين بسكة الحديد، وهناك ناس موجودين حاليا بيتم مناقشتهم جيدا لمعرفة الورق الكلام ده مين، لان اللي عامل في السكة الحديد ده بننسق مع الموجودين في الهيئة بحيث احنا بنعرضه على النيابة العامة بتمشي قضية الشق الجنائي، والشق الاداري بننسق معاهم بحيث يبقى فيه اجراء حاسم على اساس يبقى ردع لأي واحد بيشتغل في مكان عام ومكان خدمي للمواطنين انه يستثمر المكان اللي هو فيه أو يساعد أي إنسان نفسيته ضعيفة أنه يرتكب فعل خارج عن القانون ويستخدم أي شيء بتقدمه الدولة بسعر محدد خدمة المواطنين في تحقيق ربح بطريقة غير مشروعة. سيادة اللواء، يعني كمان عايزين نعرف الحملات اللي بتقوم بها شرطة النقل والمواصلات مستمرة لحد إمتى؟ إحنا فاضل أيام قليلة على عيد الأضحى المبارك، الحملة دي مستمرة إلى هو حضرتك إحنا في حملات مستمرة، لكن موضوع السوق السوداء ده بيظهر في خلال الفترة السبعة الأعياد، لكن باستمرار هناك حملات في كافة المحطات على مستوى الجمهورية لضبط كافة المخالفات. والحقيقة خلال الفترة الماضية تم ضبط الكثير من القضايا، قضايا مخدرات، سلاح ناري بدون ترخيص، يعني من عدة أيام 8 قطع سلاح في محطة في دايرة إنا في أحد القطارات، 4 فرودة في نفس اليوم مع أحد المتهمين.
مخدرات، نشر حالات تحرش. مجرد التواجد الشرطي المكثف في المحطات أعتقد أنه ليه أبعاد أخرى، هو بيمنع ارتكاب جرائم. نمرة اتنين، بيشعر المواطن لما يلاقي فيه تواجد شرطي مكثف بيحسسه بالأمن، وانت عارف حضرتك أن الأمن إحساس وشعور يعني. وفي نفس الوقت بيتم ضبط أي مخالفات بيتم ارتكابها في أماكن تواجد هذه الخدمات. طيب سيادة اللواء، يعني احنا كنا متواجدين امام شباك تذاكر الوجه القبلي منذ قليل، ووجدنا شكاوى المواطنين ما زالت مستمره بان التذاكر بتباع في السوق السوداء وبتباع باسعار اعلى من السعر المخصص لها بكثير. كيف نضمن وصول التذاكر بسعرها الطبيعي الى مستحقين من ابناء الصعيد والاقل؟ يعني هو في نظام الهيئه حطاه بالنسبه لصرف التذاكر، هي بيتم صرفها عن طريق بطاقه الرقم القومي، وكل فرد ليه عدد معين من التذاكر. لكن اللي بيتحايل ويستثمر هذه الإجراءات لو في ظاهرها في القنوات الشرعية أو بالأسلوب الشرعي، لكن ممكن الآخرين يستخدموا أشخاص لتجميع التذاكر وإعادة بيعها، فهو في الظاهر أنه بيحصل على تذاكر، لكن ممكن شخص ما يستعين بمجموعة من الأفراد يجمعوا له التذاكر دي، أو لو حد بيعمل في هذا المجال وممكن يسهل له الحصول على الحاجات دي. بأكد لحضرتك إن من المنطقة المحيطة بشباك بشبابيك التذاكر تم ضبط الكثير من الحالات، والمنطقة المحيطة بالمحطات، وحتى اللي بيخرج ويبدأ يبيع بره من خلال المعلومات والتحريات بيتم استهدافهم وضبطهم والتذاكر. يعني في كافة المراحل حضرتك تم ضبط ناس بتبيع في السوق السوداء. حررنا 33 قضية وما زالت الحملة مستمرة حتى وقتنا هذا للمنع، ده رقم واحد، وضبط أي تذاكر تم تجميعها لإعادة بيعها. على فكرة برضو هو في بعض آخر، يعني ممكن يكون القطارات المخصصة للنقل ما تشتغلش بكفاءتها كاملة، وده شق ملوش علاقة بالأمن. أنا بقول يعني هم اعتادوا في هذه الفترات بيتم الدفع بقطارات إضافية، لكن ممكن لأسباب متعلقة بالهيئة القطارات ما بتعملش بكفاءتها كاملة، فدي برضو بتعطي لأن الطلب أكتر من المتاح، ده بعد آخر يعني. طيب خلينا ننتقل لنقطة أخرى سيادة اللواء، يعني نقطة ليها وثيقة الصلة بما نتحدث عنه، الجماعات الإرهابية أو المتشددة والمتطرفة، كيف يتم حماية وسائل النقل في وخاصة القطارات في محطة مصر من تواجد يعني هذه العناصر داخل القطارات؟ لو حضرتك أخذت جولة في محطة مصر اللي احنا موجودين فيها حاليا هتستشعري أن هناك خطة بتعمل فيها عدة أجهزة بتكمل بعضها البعض، يعني تأمين هذه المحطة بتشمل عدة اتجاهات وبتشارك فيها عدة جهات كلها تابعة للنقل والمواصلات، لكن هناك شرطة سريين وضباط بحث جنائي منتشرين في الصالات وعلى الأرصفة وداخل القطارات لما بتوصل محطات، هناك رجال حماية مدنية، هناك أجهزة كشف عن أي أجسام معدنية، ودي على فكرة بتحقق نتائج معانا هايلة في ضبط السلاح والذخيرة بدون ترخيص. هناك كلاب الكشف عن المفرقعات، وأعتقد أن حضرتك بتلاحظيها اللي بيمر بيلاقيها موجودة. بالنسبة للقطارات هناك بمجرد وصول القطار مشكلين مجموعات بتدخل لعربات القطار بتفحص حالات الاشتباهات بالنسبة للأشخاص اللي موجودين وتتحقق من شخصياتهم ووجهتهم والمتعلقات والأمتعة. برضو لو في حالة اشتباه في أي شيء بيفترض أن المتعلقات بتمر على جهاز، لو هناك في أي شيء معدني أو ما إلى ذلك يتم كشفها أثناء الدخول، لكن القطار بمجرد وصوله للمحطة بتطلع قوات بتفتش، وزي ما بقول لحضرتك بتحقق حالات اشتباه إذا كان أشخاص أو متعلقات. وإذا كان القطار بيصل إلى نهاية محطة فبيتم التأكد تماماً
من خلو القطار من الأشخاص ومن أي متعلقات، وبيتم تعقيمه تماما قبل دخوله المحطة للتخزين. تأكدي حضرتك أن كل العاملين في شرطة النقل والمواصلات على مدار الـ 24 ساعة شغالين لتحقيق أقصى درجات التأمين لأهالينا من الركاب ومستقل القطارات والمترو وسائل النقل العام اللي احنا مسؤولين عنها، ولا نقلوا أي جهد في سبيل مواجهة كافة الخارجين عن القانون. والحملات اللي قمنا بها خلال الفترة الأخيرة حققت نتائج غير عادية، وما زلنا مستمرين فيها إن شاء الله. أنا بشكرك سيادة اللواء سيد جاد الحق مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات. يعني شريف، كانت هذه مجمل أو خلاصة الحملات التي تجريها شرطة النقل والمواصلات داخل محطة سكك حديد مصر للقضاء على بيع تذاكر القطارات في السوق السوداء وتوفير التذاكر لأبناء صعيد والأقاليم للعبور إلى ذويهم وقضاء أجازة عيد الأضحى المبارك. إليك شريف. شكرا ليكي آية جمال، كانت مع